وهي الصوره اللي هتتكلم مش احنا اللي هنقول. هنروح للحاله الاولى وهدف نادي غزل المحله كابتن احمد، وهل هناك خطا من لاعب نادي الاهلي اللي هو تم احتساب مخالفه وجي منها الهدف. نشوف الحاله الاول. انا السؤال هنا ايه هو اللي ارتكبه رامي ربيعه في هذه الحاله؟ ده السؤال الاولاني. انا لاعب نجحت في لعب الكره، انا عندي امكانيه انا اوصل لكورتي، نمشي على طول في اللعبه، هنجيب اللعبه لايف ونمشيها على طول من اول، نمشيها على طول. بس ايه المخالفه هنا يا كابتن؟ هو قطع الكره قبليه، انا وصلت لكورتي وعندي امكانيه ان العب وعندي فرصه ان انا العب والكره عندي قدامي، رحت على كورتي، هل انا ارتكبت مخالفه؟ شكلا حاول يخبطه وما خبطوش خالص. انما في فرق بين ان انا انجح في لعب الكره تمام، او ما انجحش في لعب الكره واعمل اللي هي الرجل مرفوعه والرجل تيجي في اللاعب اللي هو اللاعب المنافس، وبالتالي تبقى هنا المخالفه. شايف ان هنا نمره واحد هنا خطا غير موجود في هذا الفاول اللي اتحسب على رامي ربيعه، وشايف ان هنا هذا الخطا اثر بان هو جه منه هدف نادي المحله، ودي الحاله كانت الحاله الاولى. والحكام لازم يا كابتن تتفرج شويه على الدوري الانجليزي يعني والدوريات بتاعت اوروبا يعني. بالك هنا الحكم هنا باللمس بيحسب، يمد رجله يحسب اي حاجه. لا الحكام يا كابتن احمد لابد يكون في معيار واحد يعني معيار للكل، ولا القانون مختلف شويه من الدوري المصري للدوري عشان بس هقول لك على حاجه، لان انا بشوف حاجات كده هنا في الدوري المصري. بنتكلم على كابتن احمد، على الدوري الانجليزي يا كابتن احمد. لا مش الدوري المصري، في بص في حكام كتير قوي مع النادي الاهلي بيدوا اللي هي الحته بتاعت ايه، لو فيها شك يدوا على النادي الاهلي. ايوه مش لازم عشان يفرض شخصيه قصدي، عشان لا لازم لا الفاول بتاع النادي الاهلي او البنالتي. يعني الكابتن بيقول لك ده ما لمسوش، اه فبيقول لك في شك، يقول لك كوره عادي. كابتن عادل شرعاً. كابتن عادل انا النهارده ما اخش بشكل الحاله، انا كحكم النهارده لابد ان ابحث عن التفاصيل، ماذا ارتكب رامي ربيعه في هذه الحاله؟ ما ارتكبش حاجه خالص، شوف لعيب المحله. انا رحت للكوره واستخلصت كورتي ولعبتها. لعب المحله ما اعترضش حاجه، بتحسب فاول على مين؟ ما اعترضش على فين؟ انا هنا فاول غير موجود، جه منه هدف، ودي اول حاله موجوده معانا. هنروح للحالات، واحنا قلنا دايما يعني داعمين من خلال قناه النادي الاهلي، داعمين للتحكيم ولجنه الحكام، وانا يمكن الحكام كلها اخواتي وحبايبي، لكن لما يكون في اخطاء تحكيميه نتيجه اختلاف المعايير يا كابتن علاء، لا لابد ان احنا نشرحها. ليه؟ نشرحها عشان خاطر الحكام ما تقعش فيها، ونشرحها لان في لجنه حكام ولجنه فنيه المفروض تشتغل مع الحكام شويه، يعني الانديه بتشتغل مع لعيبتها، ولابد ان لجنه الحكام النهارده تشتغل مع حكامها سواء حكام البار او حكام الميدان. نروح للحاله اللي بعد كده. يلا.